وتحيات الكابتن كابتن عادل جميل، تعيمة ألف طبعا، وبيقول لك شريف، ألف ويا رب مبروك. دايما متألق وناجح. وسلام الكابتن عادل سالم، راجل عظيم، الله المدرب يكرمك. الجميل، ودايما متألقين وناجحين كده. يعني أولا إحنا سعداء جدا إن مستر كوبر وحضرتك وبقية الجهاز الفني، إحنا سعداء تحديدا لمستر كوبر ولكابتن محمود فايز، ولأنه تأهل الكونغو أعتقد حاجة مشرفة جدا جدا جدا، وأول مرة تحصل من فترة طويلة إن أنت تصل إلى، خصوصا في إن كان هناك يعني تنافس شديد مع بنين لغاية المباراة الأخيرة اللي حصلت. إيه كلامك طبعا على راس كابتن اسلام، بجد وشرف لينا الكلام بتاعك. إيه طبعا كانت المباراه جدا. أيوة. إيه للاسف احنا طبعا مسكنا منتخب الكونغو في وقت ضيق جدا، في شهر 6 ما كانش فيه غير مباراتين وتسجيلتين. مدرب محلي هو اللي اختار اللعيبه، هو اللي قاد المباراتين، احنا كنا اشرافا فقط. بدانا نتعرف على اللعيبه من خلال الفيديوهات، كلهم بيلعبوا في اوروبا لكن بتتفرج عليهم خلال الفيديو. تقابلت معاهم اول مره في شهر 9 في اول مباراه رسميه ليه. أيوة. فاللعيب بيجي لك قبل ظروف كورونا، هم يوم ويوم ريكفري وبتلعب المباراه. فانت كانت صعب جدا. تعادلنا اول ماتش، تاني ماتش تعادلنا، بعد كده كسبنا ماتش، خسرنا ماتش في اكتوبر، وبقى وصلنا لمرحله صعبه اللي هي بتاعت نوفمبر، مطالب انك تكسب الماتشين عشان خاطر تقدر انك تضمن حظوظك. فالحمد لله كسبنا تنزانيا في تنزانيا 3-0، وكسبنا النهارده 2-0، وقدرنا احنا الحمد لله نتاهل كاول مجموعه. كان في بيتقال ان في خطأ اداري حصل، انا عرفت بعد كده ان خلاص لجنة الحكام في الفيفا في الكاف قالت ان لا ده خطأ حكم رابع ملوش اي علاقة بيه، لانه الكلام ده كان انتشر من شوية على السوشيال ميديا. ممكن تحكي لنا ايه الموضوع ده؟ هو بص طبعا خلال طبعا الاستريس بتاع المباراه وحكايه دلوقتي الخمس تغييرات في الثلاث فترات، لا طب بين الشوطين ما تتحسبش، اعتقد حصل في ميس اندرستاند بين الحكم وبين الاداري بتاعنا. الاداري بتاعنا طبعا هو بيحسب التغييرات وتتعمل امتى وتتحط امتى مع ستريس المباراه، وفي اثنين لعيبه وقعوا، بولاكي لو تعرفه ومالانجو، واحد في دقيقه وبعديها بدقيقتين الثاني وقع، احنا عملنا التغيير، فالحكم اللعيب بيتشال على النقاله، فقومنا اللعيب الثاني. اعتقد الحكم الرابع حسب الاثنين في فتره واحده، هو ده اللي فكر فيه. لكن ما فيش اي لكن مشكله انا حتى اعتقد. في الدقيقه بقى 90، واحنا لما لعيب التالي الرابع بتاعنا اللي وقع اللي احنا عايزين نغيره وقع، سالنا الحكم حتى ديتا ساله، قال له احنا كده لينا فتره كمان، قال له اه ليك فتره، قال له خلاص عايز اعمل التغيير. ما هو لو ما كانش لينا فتره ما كانش هيخليني اعمل التغيير اصلا. بالظبط بالظبط. فلا ان شاء الله ان شاء الله ما فيهاش. حصلت قبل كده في ليبيا مع غينيا تقريبا، وبرضه ليبيا قدمت اعتراض، لكن قال لك لا ده خطا اداري بتحصل، تبقى ممكن عقوبه ماليه او ممكن حتى ما يبقاش فيها عقوبه خالص، لانه الحكم الرابع في الاخر هو المسؤول عن عدد الفترات. يعني ايوه هو ده، يعني ممكن غير 6 7 بقى فترات، فهي دي النقطه بس الاختلاف يعني. لكن لا ان شاء الله باذن الله ما فيش، ان شاء الله ما فيهاش مشكله خالص يعني. ومستر كوبر اخباره ايه؟ مبسوط اكيد طبعا. مبسوط طبعا جدا جدا وفرحان، وان في وقت ضيق الحمد لله ده ان احنا نتاهل مع منتخب كونغو للاسف ما تاهلش لبطوله افريقيا، كان في مجموعه سهله جدا، خسروا تقريبا معظم الماتشات. ايوه. فهم كانوا محتاجين حد يكون منتخب، فالحمد لله الفتره القليله دي قدرنا نكون منتخب ليه شخصيه، وقدر يكسب 3 ماتشات ورا بعض، ان هو منتخب بديل، منتخب قوي جدا متطور جدا، هو اللي مخرج المغرب البطولة افريقيا اللي فاتت. فقدرنا احنا نكسبه 2-0، تعادلنا معاه في ارضه 1-0 رغم ان احنا كنا متقدمين طول المباراه. وكسبنا تنزانيا في دار السلام، فريق متطور جدا جدا. فالحمد لله بدانا المشروع بدا يظهر، او اللعيبه نفسها ابتدت تحس ان بقى لا في فريق، في نواه، قدرنا نثبت تشكيل لعيبه حتى اللي هم اللي بيلعبوا في اوروبا اللي ما كانوش بييجوا، ابتدوا عايزين هم اللي يجوا، يبعتوا لنا ان احنا عايزين نيجي نشارك للمنتخب. فالحمد لله قدرنا نكون منتخب يقدر ان شاء الله ينافس الفتره اللي جايه. اعتقد ان لو حصل وان كان هناك مواجهه ما بين اوعى منتخبنا الوطني وما بين اوعى اوعى الكونغو، اعتقد هتبقى بالنسبه لكم صعبه جدا يا كابتن فايز. لا والله يعني ما نتمناش طبعا، خاصه بالنسبه لي ومستر كوبر، لا الموضوع يبقى صعب جدا طبعا. صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. لا 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 صعب، انا مش عايز احلم بيه الاعب اي منتخب تاني الا منتخب مصر يعني. يعني انت صعب، عندك صعب، تلعب اي صعب، فريق الا اي منتخب الا منتخب مصر. طبعا طبعا طبعا، ما فيهاش كلام يعني. انا هبقى عايز اكسب ككونغو،
طبعا ده هو ده مصري طبعًا. مصر علمتني كده، مصر علمتني اكون امين في المكان اللي اشتغل فيه ومخلص، لكن انا بتكلم على مصر يعني، بتكلم على امي اللي هلاعبها واجهها طبعا يعني. طبعا لا فالموقف الموقف نفسه انا مش متخيله يعني، مش اروح الاقي متخيل. من حديثي اروح كاس العالم، طب واخواتي واصحابي واهلي واولاد اختي واولادي، طب اعمل ايه في القصه دي؟ لا لا صعبه. حتى كوبر اللي مش مصري يقول لي لا 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 لا، العب اي منتخب، العب نيجيريا، العب تونس، العب اي حد بس ابعد عن مصر. طيب لا صعبه صعبه طبعا عليها كلنا. عايز اسالك برضو عن رايك في اداء منتخبنا الوطني، اكيد انت انا عارف ان انت متابع دائم لمنتخبنا الوطني، رايك في اداء منتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش خلال هذه الفتره؟ بص طبعا اولا يا كابتن سلاح، احنا بنتكلم على مدرب كبير جدا يا جماعه، احنا عندنا مدرب عظيم، عندنا مدرب كاتيجوري فوق قوي يعني، كاتيجوري عاليه جدا يعني، حتى مفاجاه وجوده في مصر في الفتره الاخيره لا كانت مفاجاه، انا خاصه ليا شخصيا كانت مفاجاه كبيره جدا، هو مدرب كبير جدا، سيره ذاتيه قويه جدا، لكن للاسف هي الوقت، هو الراجل بيلعب بيشتغل في وقت ضيق جدا، نفس القصه حتى بتاعتكم نعم، مشاهدته للمباريات غير كافيه، هو اللعيب بيجي له يومين، صلاح بيجي له يومين بيسلم مش عايز اقول لك مستحيل بس صعب جدا، صعب، محتاج وقت ومحتاج يكون فريق ومحتاج يتعرف على لعيبه جوه ارض الملعب، الموضوع مش سهل خالص، فانما هو حقق نجاح انا بقول 120% لحد دلوقتي، صعدنا في اول مجموعه عندك ان شاء الله بطوله عربيه تعرف على لعيبه اكتر، بطوله افريقيا عندك فرصه تعرف مثلا نحط تارجت تاني مثلا سيمي فاينل بطوله افريقيا، نعم هو ده ممكن يبقى التارجت بتاعنا، لكن يكون مشروع طويل ونقدر ان هو مدرب كبير يعني، هو مدرب كبير وان شاء الله معاه نقدر نحقق، ما يكونش التعامل بالقطعه بقى في الفتره اللي جايه يعني. اخيرا يا كابتن فايز، عايز اعرف رايك في اداء النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني خلال برضه الفتره اللي فاتت. سوري؟ اداء النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. والله يعني انا بقول بيتسو موسيماني من احب واقرب المدربين الى قلبي انسانيا قبل ما يكون فنيا، فنيا طبعا لا جدال عليه، راجل كسب تو شامبيونز ليج في خلال 9 شهور، فده انجاز ما بعده انجاز، هو جاي برده كان جاي في فتره قليله جدا، ف لا يعني هو على كل الجوانب انا راجل بحبه جدا، فنيا هو كويس جدا، قوي جدا، قادر يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد جدا، اداره الاهلي مساعداه موفره له كل حاجه، لكن هو كشخصيه وككنترول على اوضه اللبس وعلى يكسب الزمالك 5 وكنت هتكسب 6 و7 و... لا لا مدرب كبير جدا و... ونتمنى برضه المشروع يطوى كمل والناس كلها عارف انها واقفه وراه وبتدعمه، رغم في بعض الانتقادات من بعض الجماهير، وده النادي الاهلي نادي كبير وليه جماهيره في كل حته، لكن لا طبعا بيتش موسيماني محقق اهدافه بنسبه 200%، مش خسارة الدوري، حتى خسارة الدوري اللي الاهلي خسره مش هقول ممكن يكون طبيعي، لكن انت في خلال سنه واحده انت بتنافس على كل البطولات، على كل حاجه، وخدت كل البطولات الا بطوله واحده يعني، انت بطوله واحده وقعت منك يا جماعه، وده ده 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 ستريس على لعيبه وضغط كبير، انا متفاهم ان الجماهير عايزه تاخد بطوله الدوري، بس انت ست اتنين وخسرته مره في سبيل انك تكسب تو شامبيونز ليج وثالث كاس عالم، انجاز يعني انجاز كبير جدا، فلا طبعا انا شايف ان هو 200% اديله 200% من شغله في الصحه وادائه يعني، بس يحتاج صبر اكتر كمان من جماهير الاهلي، وفي حاجه كويسه جدا الراجل ده صراحه يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن محمود، والف مبروك وسعداء جدا 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 لحضرتك ولمستر كوبر، وسلم لنا عليه جدا جدا وقول له الف مبروك، ان شاء الله تتاهلوا في وما تلعبوش منتخبنا الوطني علشان ما تبقاش امور صعبه جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن محمود، الكابتن محمود فايز المدرب العام لمنتخب كونغو.